صباحاً. صباح الفلع تونسي الكل، صباح الأخبار الجيدة، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله زيدة. مولود اليوم أول يوم في أعياد ميلاد الحمل 21 مارس، حيب ألف خير ويحقق كل أمنياته وأحلامه. أيامات حفلة بالأحداث، هوني نحكي مع كل الأبراج والأخبار، زيدة نحن نستفيلوا خير وإن شاء الله لباس، الدعم موجود للأسد والقوس، أخبار عاطفية زيدة في الطريق أو الأعياد الحمل، راهي حظوظكم باش تكون كبير. من العوامل الجيدة للسفر للتغييرات أيضا للخلاص من أشخاص متعبة، من أكثر الأعوام بالحظ ماليا وعاطفيا، فاستغل الظروف المواتية واستفيد من دعم أشخاص بتحبهم ليلك. وتتحل قدام الثور أبواب مهنية، المستقبل راهو يعدك بإنجازات عنا نجاحات كبيرة. إيه اللي جاو زيرا وفما مفاجآت تغييرات، تتبدل المعطيات نهار البركة والاحتفالات الاستثنائية. وبرج السرطان راك تحقق حلمة، عندك أخبار مبروكة توصلك من عند الحبيب والفرحة تنور حياتك. إيه الأسد راك تعيش الفرحة، فما مفاجآت تتحل زيدا قدامك، إفاق مهنية وعاطفية كبيرة. والعذراء إن شاء الله تبي تتخلص من بعض القيود، تعيشك الراحة النفسية وتحقق كل أهدافك، هوني نحكيو على أهدافك المهنية وخاصة المالية. والفلوس زيدة راهي من نصيب برج الميزان، عندك بشرة خير كيف كيف زيدة، انت من بين الأكثر أبراج حظرة ويساعدك برشا وجود الشمس في برج الحمل الصديق. نتعدي والبرج العقرب، عندك اتصالات ناجحة، عندك استقرار والمستقبل يوعدك زيدة بإنجازات كبيرة. والمرحلة هذه مهمة في حياة برج القوس، نحكي على الشهر هذا مع وجود الشمس في برج الحمل الناري صديق، باش تكون زيدا شهر من ذهب والفرص الممتازة. والجدي راهي بداية الأسبوع، هوني نحكي وباش تكون ممتازة عاطفيا، تعيش الحب الرومانسية كيف كيف زيدا، راهو نهاية الشهر مارس وبداية الشهر أفريل يعدوك بالهدية. وكان عدلو البرج الهوائي، عندك السفر ونهاية الشهر مارس تعدك بخدمة جديدة وزيادة في الشهرية. ونختموا مع الحوت اللي يتجاوز خلافات شخصية، ترجع زيدك الضحكة تنور أحيتكم، عندك انفراج طاقة كبيرة، عندكم تغييرات هي مزهرة وراهو انهير إيجابي. دقيقة حمد.